أفادت منظمة الصحة السياحة العالمية اليوم أن تفشي جائحة كورونا أدى إلى خسارة 320 مليار دولار أمريكي في إيرادات السياحة الدولية بسبب الانخفاض الكبير في أعداد السياح منذ بداية السنة وحتى مايو الماضي. التفاصيل مع الزميلة نجاة بوتفسوت. مساء الخير نجاة. مساء الخير جوهرة. مساء الخير مشاهدينا الكرام. في تقرير لها حول تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد على القطاع السياحي العالمي، قالت منظمة السياحة العالمية إن تفشي الفيروس أدى إلى خسارة 320 مليار دولار في إيرادات السياحة الدولية بسبب انخفاض في أعداد السياح بنحو 300 مليون سائح منذ بداية السنة وحتى مايو الماضي، وهو ما يمثل أكثر من 3 أضعاف الخسائر المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2009. وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن الإغلاق شبه الكامل أدى إلى انخفاض بنسبة 98% في أعداد السياح الدوليين حتى مايو الماضي. في منطقة الشرق الأوسط خسرت السياحة في الفترة من يناير حتى مايو 2020 نسبة 52%، كما تفيد المنظمة أن أكثر المناطق على مستوى العالم التي شهدت خسائر بسبب كورونا هي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث خسرت نحو 60% في الفترة الممتدة بين يناير ومايو الماضيين، بينما خسرت أوروبا نسبة 58% من أعداد السياح مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي. أما إفريقيا والأمريكيتان فخسرت 47% من السياح في الفترة ذاتها. وحتى منتصف يوليوز المنصرم يؤكد التقرير خفف 22 وجهة سياحية قيود السفر ورفعت 4 فقط جميع القيود تماما، في حين خففت 83 وجهة مع بقاء بعض الإجراءات مثل الإغلاق الجزئي للحدود. وتوقعت منظمة السياحة العالمية أن يخسر قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة ما يقارب 80 مليار دولار بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وفي الوقت الذي تعود فيه السياحة ببطء في بعض الوجهات، حذرت المنظمة في وقت سابق من أن القطاع يواجه مخاطر حدوث تطورات معاكسة مثل إعادة فرض تدابير الإغلاق والقيود على السفر وإغلاق الحدود في معظم الوجهات، مضيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين المصدرين الرئيسيين للسياح دوليا لا تزالان في حالة جمود. شكرا على المتابعة. جوهر عودة إليك.